طقس حلو منيح طلعنا اليوم. شوف المنظر ما احلى؟ ايه حلو بجنن مان. ايوه شو يعني هالخانم ما بدها تضل معنا؟ لأنه ما بدها تنحرق بالشمس. تركينا هلأ من فريحة. طلعي على القبطان. أنتي ملاحظة إنه فريحة عم تخجل من هالقبطان؟ ليش؟ ما بعرف. بس هلأ رح نعرف. شوي تانية كنا رح نفقد الأمل بس حظنا حلو اليوم رح نشم هوا البحر معك. عفوا بتمنى ما تنحرج مع أبوها لفريحة بسببنا نحن. لا اطمني انت متأكد ما في قرابة بينك وبين فريحة؟ لأنك مثلها ما بتحكي كتير. ما بحب الحكي الزايد ولما بكون بالبحر بحب اني اريح راسي. فيكي شي؟ لا. في شي مشكلة؟ ما في مشكلة ابدا. انا طالع لعند القبطان لانه ابي كان موصي على شغلة ورح اجي فورا. واضح انه قبطاننا ما بيحب الحكي ولا بيحب يسمع كمان. عن اذنك ما قلت لي شيء. لا ما قلت لي شيء. ليش؟ أنا قلت لك إنه رح حاول يفهمك. يا ريت إذا فهمت شيء تشرح لي. لأنه أنا مالي عم بفهم على حالي. أنت كذبك صاير تقريبا مثل السيف. عم يلف يلف ويدور حوالين رقبتك. وأنت تعيسة لدرجة ما عم تقدري تستمتعي بشيء. لأنك عم تخافي. فريحة لا تتركيني لحالي بتحكوا بعدين. مشتاق لك انا. ماشي حبيبي انا كنت جاي اصلا. يلا أمي بدنا نروح. أمي غيري هالتياب اللي لابستيهم. رح نروح لعند المحامي. أصلا نحن فينا نعيش بلا رجال ما هيك؟ رح نتطلق.
شكرا لك. مع السلامة يا طفلة، فرصة سعيدة. شكرا كتير. مع السلامة. يسلموا. الله يسلمك. كان اليخت كتير حلو. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا. جد ما عم صدق اللي عم شوفه. مو على اساس كنت عم تشاركني بالكذب على هديك البنت؟ ليش هيك؟ وهلا شايفتك انت عم تشاركها بكذبه، وفوقها عم تاخد فريحه ورفقاتها باليخت وتفتلهم، وانت عاطيها كل شيء ومحسسها انها بالجنه. شو مالك ملاحظ هالشي لافانت؟ البنت عم تشوف منام سيء، وهي بتعرف انه رح تفيق، حتى ما عم تستمتع بالجنه اللي هي اخترعتها. ما بتقدر. يا الله نسيت المفاتيح، يمكن وقعوا باليخت. لحظة استنى شوي، أنا رح جيبهم. لا لا أنتوا كملوا، أنا رح جيبهم وإجي. بس روحوا روحوا يلا. لافانت فهمني شو عم تعمل، شو عم تحاول إنك تفهم فريحة؟ ليش هالشغلة زعجتك سينا؟ ليش؟ هي ما بتهمني بنوب، بس أنا ما عم أفهم عليك. وما في داعي تفهمي كمان. بس يا ريت أنت تفهمني حتى ولو شوي. طيب افترض شافونا، ليش نحن شو عم نعمل؟ خاطرك ونقلبك رح اتصل فيك. يعطيك العافية. مع السلامة. خاطرك ونقلبك. مع السلامة. وهلأ شو رأيك ونقلبك؟ ما فيني إلك إنه نحن ما اتفقنا ببعض النقاط، بس لازم أحكي مع أمير، لأنه إذا بدنا نفتح الفندق ونشغله هو أكيد اللي راح يستلمه. فقبل ما شاوره ما فيني أحكي أي شيء. حبيبي شو حياتي؟ صاير معك شيء؟ لا ما في شيء. هلأ لافانت يلي عم تقولوا عنه قبطان، مو كان صديق العيلة؟ مزبوط. وعم بيقلك يا طفلة، يعني لهالدرجة العلاقة قوية؟ لا بس هو هيك بيقول من عنده، يعني بس هيك. هلأ صرت أفهم أكتر. شو؟ هلأ صرت أفهم شو كانت تحس جونجا. كانت
كم مرة بدنا نحكي بهذا الشيء؟ لازم توجع لي راسي كوراي؟ عم يرن الجرس. اعمل مثل الجونجا وروح اتخبى بالتواليت. بلكي بعرف انت بشو عم تحس. اهلا وسهلا. اما لفريحة عم بتخون ابوها. ماشي فوت لجوا خلينا نحكي. فوت. امير انت اجيت؟ اسفه ما سمعت الجرس. ما بعرف انك هون. انا كنت قريبه من هون ومريت. رح اخذ شنطتي وروح. بالاذن انا مو عدي امي. لا تكون سمعت شي. لا ما سمعت. يلا بخاطركم. هداك الكلب يلي كان باليخت عم تخونه معه. أنا لما رح جيب المفاتيح شفته، مع أنه هالكلب صديق عيلة فريحة. لحظة عم تحكي عن هداك القبطان اللي كان باليخت؟ قبطان؟ بس قبطان قليل شرف. شو رح تعمل؟ يعني شو فيني أعمل؟ يعني ما فينا نعمل أبداً أي شيء بهذا الموضوع. أنا عشت سنين هالوضع. كنت أعرف أبي عم يخون أمي. كنت شوفها وهي زعلانة. حالي كتير صعبة. وضع كتير سيء. وما في طريقة إلا لفريحة كمان. يا ريتك ما رحت ولا شفتهم. أصلاً ما فيك تعمل شيء. شو رح تستفيد إذا حكيت؟ أنا رح أستفيد. هلأ بصير أفهم فريحة أكتر. صرت أفهم ليش هي صايرة هيك. ما عم بفهمها. سكوتها، وضعها المخربط. رح أفهم هلأ شغلات أكتر. لا تستعجل، بركي البنت ما عندها خبر. هاي العيلة ما فيها هدوء ولا روح يا صديقي. بس أنا عطول كنت أعمى وبعرف شو معنى هالشي كتير منيح. بس في شي تاني كمان بعرفه. إذا هالكلب رح يتسبب بدمعة واحدة من عيون فريحة، وقتها ما حدا رح يقدر يوقفني، وحتى فريحة. كوراي أنا أجيت. شو أجيتي؟ هلأ كنت بدي اتصل. إما لفريحة عم تخون أبوها؟ كوراي؟ أمير شو حكالك؟ كيف عرف بهالشي؟ شافون؟ أكيد شافون. بعتقد إنه هالشي ما بيهمنا بالمرة هاندا. مزبوط. بس إذا عرفت ما في مشكلة، ما هيك؟ يلا كوراي، بس خلينا هيك نحكي شوي مثل ما كنا من قبل. بس أنا ما بدي أكون مثل قبل هاندا. أنا ما اشتقت لا لكوراي القديم ولا لهاندا القديمة. أنا بدي هاندا تبع اليوم. ماشي مثل ما بدك.
نظرتي كتير حلوة. عم بتطلع بي حبيبي. نحنا يمكن نقدر ننجح. ما فهمت. بقصد نحنا، طلعي، نحنا مع بعض وعم نمشي ونحكي سوا. وشوفي لهلأ لسه ما تخانقنا. ننجح لو شو ما بده يصير يصير. شوفي أنا ما حبيت هالحكي، دايما عم تقولي شو ما بده يصير يصير. أنت خايفة من شو فريحة؟ أنا خايفة كتير أني أخسرك حبيبي، وبخاف أنك تبطل تحبني. شو ما عملتي، شو ما تصرفتي معي، صدقيني ما رح يمنعني أي شيء أني حبك. ماشي؟ ماشي أمير. لا تتحركوا أبدا، خلوا هالصورة ذكرى للأبد. حكوا. جانسو، وقت الدواء. هاي صورتين وهي هوية. يلا لشوف. على خير إن شاء الله. يلا. أهلا وسهلا، تفضل. أهلي، أنا عندي موعد مع خلدون الهانلي. من هون على اليسار، السكرتيرة رح تساعدك أستاذ. شكرا لك. أهلا وسهلا. خلدون بيك، إجا أونال صرياف أغلو لعندك. ماشي، تفضل. أهلا وسهلا. أهلين فيك. أنا من زمان ما أجيت لهون، في كتير شغلات متغيرة. عم نغير خطوط رئيسية وبعض التغييرات عم نعملها كل سنة. منيح، كتير منيح. شو رأيك أول شي ورجيك الفندق؟ لا، خلينا أول شي نحكي بالشروط وبشي يوم تاني نتفتل. إذا هيك خلينا نقعد هون. مرحبا يا زهرة، كيفك؟ جيتي مشان تسجلي؟ ايه جيت مشان سجل. انتو سجلتوا؟ والله انا مليت من كثرة القعدة بالبيت. خليكن هلا برجع لعندكم بسجل. اذا سمحت انا بدي سجل عندكم. طيب ماشي. ايه هاي اقامة وهدول الصور وهاي الهوية، هيك تمام. انا ورائك سجل. فرجيني ورائك لشوف. منيح والله، هي طابة مزبوط. شريفة خانم حكت لي عنها. هدول كانوا مجننين ولا ابن خليل؟ بنت لزهرة خانم كانت رايحة عم تتفتل بالسيارة مع الشباب، وبوقتها خليل جن وقوص لزهرة. لحظة شوي، ما عاد بدي. خلص مثل ما بدك. شو صار يا زهرة؟ سجلتي وخلصتي؟
وسهلا سينم خانم. اهلا فيك. خلدون بيك بغرفته؟ بتحبي اعطيه خبر يا خانم؟ ما في داعي، شكرا لك. تفضلي لعنده. عفوا، في عندك اجتماع يعني؟ تعي تعي، خلص اجتماعنا. رح اعرفك على شريكي الجديد أونال صراف أغلو، زوجتي سينا. تشرفنا. وانا كمان. ايه خلدون بيك، لازم نحتفل بهالشراكة، خلينا نتغدى كلياتنا، وهذا الشيء كتير بيسعدني. نتشرف بهالشيء. بخاطركن، مع السلامة. لا تعذب حالك. مع السلامة. يلا بخاطرك. سينام، ليش ما سلمتي بإيدك على أونال بيك؟ أنا سلمت، معناتها رح تصير شريك أونال صراف أغلو؟ يعني مو بهالشكل، رح نتشارك بقسم من الفندق. بس ليش ما قلت لي؟ ما فهمت. أنا كتير استغربت إنك ما قلت لي من قبل. قلت ما في داعي لحتى أتأكد. برأيي لا تدخل هيك شراكة خلدون. أنت شو عم بيصير معك؟ أنت من أمتى عم تتدخلي بشغلي؟ بس أنت إذا شغلك تدمر، أنت ممكن تدمر حياتنا كلها، عم تفهمني؟ اسمع خلدون، انت اكيد بتعرف انه جانسو معجب كتير بابن هالزلمة هاد، وانت بتصرفك هلأ عم تجيب هالعيلة وتحطهم بنص عيلتنا، معقول؟ سينام، هذا اسمه شغل، ولازم تعرفي ما حدا رح يتدخل بحياتنا الخاصة بنوم. اذا ما كنت بعرف فرق بين شغلي وحياتي الخاصة كنت ما صرت رجل اعمال. ماشي. زهرة؟ ايه رضا، انا اجيت. شو بدك؟ اذا بدك تروح لشي مكان قوم روح. قليلي شو صار معك؟ مش الحال سجلتي اسمك شي؟ قالوا لي انه خلصت مدة التسجيل، ما مشي الحال. أمير بيك، وين ماما؟ أمك بهي البناية، عندها زيارة قصيرة. بهي البناية؟ إيه. شو جابها؟ أمي؟ فريحة، تعي لهون يا بنتي. يلا فوتي. انت كنت مضيعة كتابك ليكي، طلعتي نسيانتي عند رفيقتك بالبيت وأما جابت لك اياه. بالإذن يا خانم أنا لازم أروح. شكرا كتير يا خانم، عزبناكي معنا، لا تأخذينا. يسلموا. فريحة، الشاي صار جاهز. قومي يا بنتي صبي كاسة شاي للخانم.
تضلي بخير. عن إذنك يا خانم. إذنك معك. طيب رضا الله معك. لك ليش هيك بنتك قاعدة؟ حركوا حالكم وضيفوا الخانم شي شغلة. ايه ماشي هلأ منضيفها. مع السلامة. يلا أنا رايح. الله معك. بصراحة معي أمانة بدي أعطيك إياها. مشان هيك اجيت لعندك. بتعرفي القصة مو قصة كتاب، موضوع أكبر من هيك. صارت كل شي بدي أحكي. بس أنا خلص بكفي، ما بدي إياكي تضحكي على ابني، ما رح أسمح لك بهالشي. ليكي يا خانم خلينا شوي نحكي. ما في داعي تحكي. من أول ما فتت على بيتكن عرفت كل شي عنكن، فحاجة تكذبوا على ابني. أنت كمان أم، كيف هيك مشيتي مع بنتك بالكذب وخليتيها تخدع ابني؟ تسمع مني ولا كلمة. شو عم تعملي هون؟ أنا كنت بزيارة عند رفيقة لإلي بالجمعية. أنت شو عم تعمل هون؟ فريحة ساكنة هون، ولما شفت سيارتك هون نزلت شوفك. طيب كأنك متضايقة، ليكون صاير معك شيء قليلي؟ لا ما في شيء، بس لازم روح وأخذ جانا من المدرسة، بدي روح تأخرت. ماشي؟ طيب ماشي مستني. مرحبا كيفك؟ منيحة الحمد لله، كيفك؟ بدي أعرفك ماما وسينا مخانو أمها لفريحة. ماما ليش هيك ما عبرتيها لمخلوقة؟ أمير بعد لي
أنا لازم روح هلأ فورا. بعد اجت امبارح، شو كان اسمها؟ أيسون خانم. نحن كان لازم نقوم بواجب الخانم منيح. أنا رايحة. لوين رايحة؟ على المكتبة. بدي اجيب كتب للكلية، بحاول ما اتأخر. انا حاسس انه هالبنت متغيرة بهالكام يوم. ست مقدرة ومحترمة بمكانتها، عزبت حالها الست واجت لعنا لهون خصوصي مشان تجيب الكتاب لبنتك، وبنتك فريحة ما تنازلت وضيفتها شي. بلا ضيفتها بعد ما رحت. لك ايه، ما سلمت عليها مثل العالم. الليلي نحن هيك ربيناها لفريحة؟ ها؟ أيسن خانم بجلالة قدرت نازلت واجت لعنا، والله هالشي بخجل. أحسن خانم وتنازلت واجت لعنا وشي بخجل، يعني فكرك شو بدنا نسوي لأكتر من هيك للخانم؟ شو يعني هي بني آدمة ونحن زبالة مثلا؟ شو صار لك؟ والله انتي وبنتك صايرين غير شكلها وصايرين ما بتنطقوا. راحت علي نومة. فريحة شو في؟ ما في شي مهم، انت بس لا تشغل بالك. انت منيحة؟ منيحة، لا تشغل بالك. ها انت هون؟ في موضوع مهم بدي احكي فيه معك. عم فكر بمشروع شغل جديد. مبارح كان في عنا اجتماع بخصوص اوتيل الشاطئ. بابا خلينا نحكي بعدين. ايه طبعا، لما نحكي بالشغل بتقلي بعدين. ايه لكن انت شو همك؟ نحن بنعمل كل شيء وانت بس ارتاح وتدلل، ما هيك؟ بابا بنحكي بعدين. روح اعمل يلي بدك اياه. واحد فاشل ما بيعرف قيمة الشغل. قريت كل كلمة كاتبتيها، حفظت رسالتك كلها فريحة. انت كيف بتعملي هيك بابني؟ ما كنت بعرف.
ببعضنا هيك. حتى ما تخيلت رح يصير هيك. بس انت كذبتي. ابني كان عم بيعيش معك بكل احاسيسه ومشاعره، وانت عيشتيه كذبه كبيره. انت عرفانه حالك شو عملتي؟ ابني كان عم بيفكر انه يتزوجك، بس انا ما وافقت على هذا الزواج. صح انت ما وافقتي، بس كمان ما رفضتي. بتعرفي انه امير عرفني على امك؟ سينام خانم. ومين هي الست؟ وشو إلها علاقة بكل هالمصايب تبعك؟ اضطريت أعمل هيك. خلص بقى لا بقى تسأليني شي. لك أنتو، لك أنتو شو طينتكن من البشر؟ أنتو ناس شحالين وعم تلعبوا بابني؟ كنتي أول وحدة بخبرها بمرضي، لأني وثقت فيكي. أنا أمنتك على ابني فريحة، بس أنت خدعتينا كلنا. حاسفة كتير على كل شيء. أنا آسفة لأني ما قدرت أخبر أمير بالحقيقة. بس بدك تحكي، بدك تروحي وتقلي له كل شيء لابني. انا كنت كثير خايفه اني اخسر، ما قدرت. صدقيني ما قدرت، لاني كنت بعرف اني رح اخسر. طبعا رح تخسري. ليش انت مفكره حالك انك كسبتي؟ أمير ما بيعرف أي شيء عنك، حتى ما بيعرف مين بتكوني. يا خسارة، ابني وثق فيكي وحبك كتير وعشقك بجنون، بس أنت خدعتيه فريحة. أنا أنت هلأ خسرتي ابني، أنت خسرتي أمير من أول يوم كذبتي فيه عليه وخدعتيه. وما رح اسمح لك تكملي كذب اكثر من هيك. اسمعيني، امير لازم يعرف مني. بترجاك. وامتى هالشي؟ انا تحسبت كثير واحترق قلبي من اول يوم بلشت كذب فيه عليه، وهلا إذا حكيت كل شي صار لأمير رح يتعذب كتير ورح ينحرق قلبي. أنا ما بدي أمير يتعذب بسببي. بترجاكي أعطيني فرصة، بس كم يوم وبحكي له كل شي. يعني بدك تقولي بعد عيد ميلاده لأمير رح أعطيكي فرصة واحدة فريحة، بتمنى تحكي له كل شيء. وإلا رح أضطر أنا أحكي لأمير كل هالشي عنك. أنا منيحة أصلاً، هلأ ما عاد يطلع بإيدي شي، وما عاد لازم أسكت ولازم أعترف بكل شي.
أنا وصلت لنهاية الطريق، بس منيحة، أنا منيحة منيحة. دخيل قلبك حبيبتي أنت. يلا تغطي ونامي. يلا بنتي. لا ما اجا يا رضا، ما اجا. انت نامي، انا ماني ناسعه هلا.